بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 14 من كتاب التربية الإسلامية لطلاب الصف الأول ثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعنوان وثيقة المدينة المنورة. طبعا هذه الوثيقة كتعريف مختصر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة جاء إليها قويا صلى الله عليه وسلم، إذ هنالك الأنصار كانوا متجهزين لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه وحفظه. فلما دخل ورأى المجتمع هناك في المدينة المنورة مجتمع متشكل ما بين مسلم وغير مسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته السياسية والإدارية، الحاكم الناجح صلى الله عليه وسلم جاء يبين لأهل المدينة أني ما جئت لحرب، إنما جئت لنتعايش مع بعضنا البعض بسلام واطمئنان، وهذا الدين الذي جئت به إنما هو دين السلام والأمن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليهم هذه الوثيقة التي هي بمثابة اتفاقية وعهد ما بين كل أهل المدينة، كل الموجودين في المدينة. هذه الوثيقة تمثل لهم عهد حيث يستطيعوا أن يتعايشوا فيها، كل واحد منهم يعرف حقه ويعرف ما يجب عليه تجاه المدينة. من هم سكان المدينة المنورة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما الفئات التي تشكل مجتمع المدينة بعد الهجرة النبوية، بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ شو الآن الفئات اللي تسكنها؟ أولاً المسلمون من المهاجرين والأنصار، ثانياً اليهود، ثالثاً سكان المدينة من العرب غير المسلمين. إذا في عندنا ثلاث أشكال أو ثلاث طوائف بتسكن المدينة المنورة. طبعاً المهاجرون هم اللي كانوا بمكة وإجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو إجوا قبله، يعني ارتحلوا من بلادهم. والأنصار هم أهل المدينة، الأنصار هم الأوس والخزرج نفسهم، لما نقول أوس والخزرج هم نفسهم لما أسلموا التأموا مع بعضهم وصاروا أخوة متحابين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، أي أنهم ناصروا المهاجرين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة. خلينا نشوف هذه الوثيقة إيش اللي إجا فيها. أبرز ما جاء في الوثيقة ثلاث أمور. الأمر الأول إعلان الأمة الواحدة المستقلة، الأمة الإسلامية الواحدة المستقلة. اثنين توضيح الحقوق اللي تنظم علاقات أفراد المجتمع. ثلاثة تحديد الواجبات اللي بتستوجب على أفراد المجتمع. إذا هم ثلاث، أول شيء في دولة أمة مستقلة، اثنين في حقوق على أهل المدينة أو لأهل المدينة، كمان في عليهم اللي هم الرعية واجبات، سواء كان هذا اللي له حق وعليه واجب، سواء أنه كان مسلم أو كان يهودي أو كان كافر أو مشرك. طيب خلينا نشوفهم واحد واحد هذول. أولا إعلان الأمة الواحدة المستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوثيقة أعلن قيام الأمة واستقلالها، الأمة الإسلامية، هذا واحد. اثنين الوثيقة هذه والإعلان، إعلان الأمة الواحدة المستقلة يهدف لإيش؟ أو هدف الوثيقة أو هدف إعلان الأمة الواحدة المستقلة يهدف إلى تحويل المجتمع العربي من جماعات مبعثرة بترتبط بروابط قبلية عصبية عنصرية وغيرها طائفية وحروب وكذا إلى آخره، إلى أمة واحدة، أمة واحدة مجتمع مع بعضها البعض، تقوم على أساس رابطة الإسلام إنه إحنا مسلمين، ما في الآن أوس وفي خزرج وفي كذا مهاجرين وفي، إحنا كلنا مسلمين، هاي أسماء، تمام؟ لذلك هنا كانت هذا هو هدف الوثيقة أو هدف إعلان الأمة الواحدة المستقلة. خلينا نشوف النص اللي بيحدد هذا الإعلان بالضبط. جاء في نص الوثيقة، طبعا هذا يعني اللي بين قوسين هذا كتاب من محمد، هذا يعني منقول قال صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد، يعني هذا هو حديث أصلا، يعني الوثيقة هي حديث نبوي، منقول جاء في الوثيقة هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. مين هذولا؟ المهاجرون والأنصار. إنهم أمة واحدة من دون الناس، أمة مستقلة. بربطها إيش؟ هذول المسلمين اللي من قريش ويثرب، يثرب المدينة، بربطهم إيه؟
الإسلام أمة واحدة من دون الناس. لو جاءنا سؤال وضح هذه العبارة النبوية وقال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وضح ذلك أو استنتج من الوثيقة الأسس التي قامت عليها الأمة الإسلامية، منقول أولا أنه أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الأمة الإسلامية أنها مستقلة، اثنين أنها بتهدف لتحويل المجتمعات من جماعات مبعثرة إلى أمة واحدة ترتبط برابطة واحدة وهي رابطة الإسلام. هذا الإعلان الأمة اللي هي الدولة. الآن في عندي حقوق وفي عندي واجبات للرعية. خلينا نشوف الحقوق اللي بتنظم علاقات أفراد المجتمع. ركزت الوثيقة النبوية لأهل المدينة على تنظيم علاقات أفراد المجتمع ببيان الحقوق التي ضمنتها لهم، بين خمسة منها. شوف يعني السؤال لو جاب الصيغة هاي سؤال طويل، دائما دور على موضوع السؤال، دور على موضوع السؤال إيش المطلوب من هذا السؤال أصلاً. أقول لك ببيان الحقوق التي ضمنتها لهم، بين خمسة منها. خمسة من إيه؟ من الحقوق. أولا حق المواطنة، اثنين حق الاعتقاد والتدين، ثلاثة حق الأمن والتنقل، أربعة حق المساواة، خمسة حق التملك. خلينا نوقف مع كل واحد منهم ونشوف وين نص الوثيقة اللي جاء بوثيقة النبي صلى الله عليه وسلم أو وثيقة المدينة تدل على هذا الحق من هذه الحقوق. أولا إن الوثيقة ما حصرتش الحق بالمسلمين لحالهم اللي بالمدينة، بل أثبتت حق المواطنة للمسلمين بمقتضى إسلامهم. مجرد ما يكون إنسان، أي إنسان مسلم على وجه الأرض له حق المواطنة في المدينة، يعني اللي في مكة لهم حق المواطنة في المدينة، أي واحد ما دام أنه مسلم له أن يأتي إلى المدينة يسكن له حق المواطنة. أما غير المسلمين شو شرط المواطنة؟ الإقامة في المدينة، يكون من أهل المدينة. إحنا المسلم مش شرط يكون من أهل المدينة، لكن غير المسلم أنه يكون من أهل المدينة. اثنين أنه يلتزم بأحكام الوثيقة، أنه يلتزم بأحكام الوثيقة. وبدنا نعرف أنه هذا الشرط بدي يظل مستمر معانا، انه توفير الحقوق وتوفير الحقوق للرعية انه بشرط انه يلتزم احكام الوثيقة، لازم يلتزم بالشروط، لانه اذا ما التزم بالشروط يعتبر ناقض لها. هل يستحق انه والله هو بنقض الشروط وبعدين احنا بنعطيه حقوق وواجبات مش قائم فيها؟ لازم يلتزم باحكام هذه الوثيقه. اذا هذا الفرق، وهذا سؤال وزاره، يعني ايش الفرق بين حق المواطن المسلمين وغير المسلمين، المسلمين بمقتضى اسلامهم وغير المسلمين بمقتضى الاقامه في المدينه، واثنين الالتزام باحكام الوثيقه. اثنين الوثيقه نصت على انه المسلمين المقيمين في المدينه امه مع المؤمنين، لهم من الحقوق والواجبات كما للمسلمين بصفه عامه، مثل مثل المسلمين في حقوق الواجبات. ما في قضية الآن الإسلام هذا برفع الإنسان يعني في الجنة وكذلك يكرم في الدنيا، لكن قضية حقوق واجبات هي الإنسان بده يعيش، الناس بدها تعيش، بدها تأكل، بدها تشرب، بدها تعمل، بدها اطمئنان، بدها مواطنة. طيب خلينا نشوف النص اللي نص الذي جاء أو طلعنا منه هذا الحق من حقوق المواطنة. شوف جاء في نص الوثيقة يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. طبعا يهود بني عوف المقصود فيهم اللي هم بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، هذول هم كلهم بني عوف. يعني لو قلنا كمان كلمة بدون بني عوف، يعني قلنا يهود المدينة أمة مع المؤمنين، يهود المدينة أمة مع المؤمنين بكف. تمام. طيب طبعا اليهود الموجودين في تيمة اللي كانوا موجودين في وادي القرى، هذول هم مش حق المواطنة لأنهم مش مقيمين في المدينة. سؤال، طبعا السؤال الوزاري يجي بمنهج قديمة، وضح موقفا من السيرة النبوية يدل على إعطاء حق المواطنة لغير المسلمين المقيمين في المدينة المنورة. السؤال واضح وجوابه أوضح منه أصلا حال حاله. بقول إما بقول كالتالي، الجواب إعطاء اليهود حق المواطنة أو إعطاء يهود بني عوف حق المواطنة، أو بجيب نص الوثيقة بقول يهود بني عوف أمة مع المؤمنين وانتهت القضية. لكن لو قل لي جاء في نص الوثيقة يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، ما الحق الذي يدل عليه هذا النص؟ مثل ما جاء سؤال وزاري، مثل ما انتم شايفينه سؤال وزاري، هيها مثل ما انتم شايفينه السؤال، ما الحق الذي يدل عليه نص الوثيقة يهود بني عوف أمة مع المؤمنين؟ بقول حق المواطنة، بروح للعنوان مباشرة. طيب الحق الثاني حق الاعتقاد والتدين. الاعتقاد اللي يعني توضيح هذا الحق، انه اول شيء المسلمون لهم عقيدتهم وشعائرهم الاسلاميه، الى عقيدتك لا اله الا الله والشعائر، صلاه وصيام وزكاه وحج وكذا والى اخره. اثنين اهل الكتاب مين هم؟ اللي هم اليهود، لهم حق ممارسه شعائرهم الدينيه، بعبود الله صح محرف بس لهم حق، فلا يجبرون على الدخول في الاسلام. ما في واجب اقول انت يهودي ساكن في المدينه يا انك بتدخل في الاسلام يا بقتلك يا تطلع برا المدينه، لا خلص له حق
الان جالس في المدينه، الك حق تظلك يهودي، الك حق تعبد تمارس شعائرك الدينيه، ومش رايح حدا يجبرك على الدخول في الاسلام. شوفوا اجى سؤال وزاري كمان، ما الحق الذي يدل عليه نص الوثيقه؟ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم. لو حق الاعتقاد والتدين، لانه هذا هو النص اللي موجود تحت هذا العنوان، لو حق الاعتقاد والتدين. تمام؟ لو قال لك وضح موقفا من السيرة النبوية يدل على إعطاء حق الاعتقاد والتدين لغير المسلمين المقيمين في المدينة المنورة، بقول إعطاء اليهود حق الاعتقاد والتدين، أو بجيب له النص بقول لليهود دينهم، لليهود دينهم. تمام؟ طيب الحق الثالث اللي هو حق الأمن والتنقل. شو يعني حق الأمن والتنقل؟ أمن إنسان إله الحق انه يعيش امن على نفسه، على عرضه، على ماله، سواء كان مقيم في المدينه او مسافر عنها. الامن والتنقل له حق انه يكون عنده، بس بشرط انه يلتزم احكام الوثيقه. مثل ما قلت لكم هذا الشرط لازم يظل ماشي معانا في كل واحد من الحقوق، لازم يكون ملتزمين باحكام الوثيقه. طيب وهذا كمان سؤال وزاري، طبعا هذا النص نفسه الموجود تحت حق الامن والتنقل، اجى سؤال ما الحق الذي يدل عليه نص الوثيقه؟ وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينه الا من ظلم واثم. هذا سؤال وزاري في شتويه 2018 اللي هو حق الامن والتنقل، حق الامن والتنقل. ممكن اسال سؤال ثاني، انه اذكر موقفا من السيره النبويه اعطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الامن والتنقل لغير المسلمين المقيمين في المدينه، بقول اعطى حق المدينه، اعطى حق التنقل، حق الامن والتنقل لليهود اللي في المدينه. تمام؟ اذا هذا يعني شوفوا كيف الاسئله سهله والاجوبه سهله، بيجيب لك النص وكذا. ممكن واحد يسال يقول طيب هذا النص لا مطلوب مني احفظه، نصوص الوثيقه لا مش مطلوب منك تحفظها، مطلوب منك تستذكرها، مطلوب منك ايه؟ انك انت تستفيد، تعين الفائده منها، يعني اللي هو الحق اللي بتضمنها او الواجب اللي رايحين يجي عليهم بعد شويه. طبعا لو انه واحد حفظها طبعا شيء ما بضرش، ولو انك انت جاوبت، يعني لما مثل ما كنت قلت قبل شوي بالاجوبه انه ممكن تجاوب نص الوثيقه، برضو هذا شيء لك الحق فيه وبكون صح، لكن ما في تكليف بالحفظ. طيب حق المساواه، لما نقول كلمه المساواه دائما انه امام القانون متساويين في الحقوق وفي الواجبات، المعامله وعصبه الدماء، هذا معنى المساواه، انهم امام القانون متساوي. ما في بالقانون انه والله مسلم وكافر يعني بحكم للمسلم والكافر اطلع برا. هذه قضية حقوق وقضية واجبات وقضية حقوق بشر، عصمة دماء، معاملة، يجب أن يكون في مساواة، وذلك بمقتضى المواطنة. وذلك بمقتضى المواطنة ليش؟ لأن النفس البشرية لها نفس الحرمة أمام الشرع، لا فرق بينهم لأي سبب كان، لا فرق في القضاء بين مسلم وبين كافر، لأنه هذه حقوق ناس. لا يجوز للمسلم أن يعتدي على حق الكافر، ولا يجوز للكافر أن يعتدي على حق المسلم، وفي الوقت الذي يعتدي أي طرف من الطرفين على حق الآخر يتقاضى ويقفان أمام القضاء، ويجب على القضاء أن يكون مساويا بينهم. طيب النص الوثيقة هي حطين عليه سؤال مثل أسئلة الوزارة، إنه ما الحق الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، اللي هم نقول حق المساواة. لو سألنا سؤال كمان وضح موقفا من السيرة النبوية يدل على إعطاء حق المساواة لغير المسلمين المقيمين في المدينة المنورة، بنقول إعطاء اليهود حق المساواة، أو بجيب نص الوثيقة وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. الحق الخامس، حق الخامس اللي هو حق التملك. حق التملك أقرت الوثيقة النبوية حق التملك لغير المسلمين، إلهم ذمتهم المالية المستقلة، ذمة مالية، حق إنه يتملك، مش المسلم يتملك وغير المسلم ما يتملك. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حرية العمل والتصرف في أموالهم، إنه حر بده يعمل ماله مثل ما يشاء، بده يتصرف فيه. طبعا دائما الحرية مضبوطة، ما في حرية مطلقة في الدين الإسلامي، الحرية المطلقة هذيك للمنحلين، لأن الحرية يجب أنك أنت تكون حر في التصرفات الشرعية في مالك، ما لم تعتدي، ما لم يكن فيه اعتداء أو إفساد لحقوق الآخرين وأموالهم. شوفوا السؤال هذا كمان وزاري إجا مرتين، وهي طبيعة الأسئلة، شفتوا كيف السؤال بتكرر نفسه، نفس السؤال بتكرر نفس طريقته. ما الحق الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، إلا هو حق التملك.
وضح موقفا من السيرة النبوية يدل على إعطاء حق التملك لغير المسلمين المقيمين في المدينة المنورة، بقول إعطاء اليهود حق التملك، أو بقول جاء في الوثيقة، يعني هذا خيار ثاني بالجواب مثل ما قلت لكم. كيف شفت كيف بدك تجاوب نص الوثيقة إذا بدك تحفظه؟ قال طبعا الجواب وإن على اليهود نفقتهم، هذا الخيار الثاني في الجواب. شفتوا كيف الأسئلة سهلة ويعني يعني مي يعني نفس الطريقة بالسؤال. هسه كمان شو بتجيبوا لك دائرة طبعا نفس الشيء. الآن ننتقل لأبرز ما جاء في الوثيقة اللي هو المجال الثالث اللي هو تحديد واجبات أفراد المجتمع. وممكن نقول لك السؤال، قررت الوثيقة النبوية لأهل المدينة مجموعة من الواجبات على أفراد المجتمع، مجموعة من الواجبات على أفراد المجتمع تجاه مين؟ تجاه الدولة. تأخذ حقك، أعطي الواجب عليك، بين أربعة منها. طبعا هذا يعني سؤال إجا زي هيك، لكن هم الحقيقة عندنا هنا ستة. طيب الأول احترام سيادة النظام والقانون، اثنين التكافل الاجتماعي، ثلاثة التناصح والتواصي بالخير، أربعة التعاون في منع الظلم، خمسة وجوب مشاركة أفراد المجتمع جميعهم في أمن المجتمع، ستة منع تقديم أي عون أو مساعدة لمن يتهدد الدولة من الخارج. طبعا هذول الستة ممكن يقول لك اذكر ثلاثة منهم خلاص انتهت القضية، اذكر ثلاثة. والقبل الواجبات نفس الشيء، ممكن اذكر ثلاثة اذكر أربعة وهكذا. ممكن يجيب لك إياهم مثلا ضع دائرة كمان. احترام سيادة النظام والقانون تعتبر من الحقوق، تعتبر من الواجبات، تعتبر يعني بجيب لك أسئلة شوية بدنا نكون دقيقين. طيب خلينا نشوف الآن هذه الواجبات التي تجب على الرعية ونشوف نصوص الوثيقة اللي دلت عليها. أولا احترام سيادة النظام والقانون. طبعا النظام والقانون بيش متمثل في المدينة المنورة؟ برجع بالقرآن والسنة. القرآن والسنة هو اللي بيحكموا بكل نزاع بقع في المجتمع، وهذا الحكم نافذ، مو الحكم هيك فتوى، الحكم نافذ يعني لازم انه يتنفذ. تمام؟ هذا المقصود باحترام سيادة القانون، انه القانون منبثق من القرآن والسنة وهو بحكم بين كل نزاع، وهذا الحكم نافذ على كل المجتمع. طيب خلينا نشوف نص الوثيقة اللي دل على هذا الواجب، اللي هو ما الواجب مثلا، بيجيك سؤال ما الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وأنه ما كان بين أهل هذه الوثيقة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مرده يعني حكمه. إيش بدل هذا؟ بدل على الواجب اللي هو احترام سيادة القانون. الواجب الثاني التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي، اولا انه الوثيقه اقرت اشكال من التكافل الاجتماعي كانت موجوده قبل كتابه الوثيقه، يعني كانت عادي موجوده عادي عند الناس قبل ما يجي الاسلام. مثل ايش؟ مثل فداء الاسرى، ومثل دفع الديه في القتل الخطا. فداء الاسرى انه لو وقع اسير بروحه وما بيدفعوا ماله باي طريقه من الطرق، ببادلوا الاسرى بعضهم بعض في اي طريقه المهم بفك الاسير. هذا كان موجود بالعرب قبل الاسلام. ودفع الدية في القتل الخطأ كان أيضا موجود في العرب قبل الإسلام. إيش الدية؟ يعني لو واحد قتل واحد قتل خطأ، بروحوا بتشاركوا كلهم، كل المجتمع كله بلموا من بعضهم البعض وبدفعوا مصاري لأولياء المقتول بالقتل الخطأ. فلذلك الوثيقة أقرت بعض الأشكال كانت موجودة قبل كتابة الوثيقة قبل الإسلام، يعني إنهم بظنهم على نفس الحال التي جاء الإسلام وهم عليها. اثنين، يبدأ التكافل من العشيرة، فإذا عجزت العشيرة ينتقل واجب التكافل للمجتمع. يعني مش كل المجتمع كله لازم يدفع، لا، بنقول لا. أول شيء مثلا قتل في واحد قتل آخر بقتل خطأ، طبعا قتل خطأ، العشيرته وقرايبه بتشاركوا في جمع الدية القتل الخطأ له 100 جمل 100 ناقة. إذا ما قدروا بنوسع الدائرة شوي حتى تعم المجتمع كله. خلينا نشوف النص، ما الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم. من قول الواجب اللي دلت عليه التكافل الاجتماعي. طبعا المهاجرون معروف حكينا عنهم، من قريش. ايش على ربعتهم؟ يعني على عادتهم، يعني على ما كانوا عليه. يتعاقلون بينهم، ايش يعني يتعاقلون؟ العقل اللي هو الدية، دفع الدية في القتل الخطأ المقصود بالعقل. لذلك جاء في الحديث النبوي عقل الكافر نصف عقل المؤمن، وراحوا بعض الناس وحلوا فيه، فكروا أن العقل يعني أنه الكافر ما لهوش عقل، يعني عقل المؤمن أكبر من هذا. المقصود فيه العقل هون الدية،
في المجتمع الاسلامي الدية، لو كان الرعيه لو مثلا قتل مسلم قتل خطا الدية 100 ناقه، لو قتل كافر قتل خطا الدية، طبعا هذا من رعايه الدوله الاسلاميه، الدية 50 من الابل. هيك يعني هيك اللي حكته الشريعه الاسلاميه، لذلك معناه يتعاقلون بينهم، يعني بدفعوا ايش؟ اللي هو دية القتل الخطا، وهم يفدون عانيهم الفديه، ايش العاني؟ العاني اللي هو الاسير. وضح موقفين من السيرة النبوية يدلان على إقرار شكل من أشكال التكافل الاجتماعي التي كانت سائدة قبل الإسلام أو قبل كتابة الوثيقة المنورة النبوية لأهل المدينة المنورة. منقل: واحد فداء الأسرى، اثنين دفع الدية في القتل الخطأ. الواجب الثالث التناصح والتواصي بالخير. معنى التناصح والتواصي بالخير يعني إرادة الخير لكل المجتمع، لكل أفراد المجتمع. ليش؟ حتى نستفيد من خبراتهم جميعا ونحقق الثقة المتبادلة بينهم. لما يكون في تناصح بتلاقي الناس بتجود بالخبرات اللي عندها، زائد انه بصير في ثقة انه والله اعطي الاشي الموجود عندي. طيب، ما الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وان بينهم النصح والنصيحة والبر، وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم. معنى يعني الواجب اللي هو التناصح والتواصي بالخير. شوفوا كيف احنا بنروح للعنوان، يعني بنقول عليش بدل هذا، احنا رحنا لما قلنا التواصي هي التواصي هون، ما هو نفسه اللي هو دائما نروح على العنوان. طيب، يجي اللي هو الواجب الرابع التعاون في منع الظلم. كل المجتمع بده يتعاون في منع الظلم، يجب على اهل المدينه انهم يمنعوا الظالم من ظلمه حتى لو كان ولد واحد منهم. يعني مش لانه ابني بروح بصف جنبه، لا، ابنك حتى لو كان ابنك ظالم بدك تقوم وتوقف في وجه الظالم كائنا من يكون، حتى لو كان ابنك، لو كان اخوك، لو كان ابوك، لو كان ابن عشيرتك، لو كان ابن عمك، وان كان ولد احدهم. ليش؟ لان فيه تحقيق الامن للمجتمع كله. احنا هدفنا ايش؟ المجتمع يعيش بامان، مش انا لحالي اعيش بامان والباقي الله جعله لا عاش بامان. لا، كل المجتمع لازم يعيش بأمان. طيب، خلينا نشوف نص الوثيقة اللي دلت على هذا الواجب. ما الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم ولو كان ولد أحدهم، ولو كان ولد أحدهم، ولو كان ولد أحدهم. إيش مين عليش بدل هذا؟ إيش الواجب؟ اللي هو التعاون في منع الظلم، التعاون في منع الظلم. الواجب الخامس وجوب مشاركة أفراد المجتمع جميعهم في أمن المجتمع، في أمن المجتمع. هناك منع الظلم اللي هو بيجي من جوا، هنا أمن المجتمع بيجي إشي اعتداء خارجي. لذلك منقول: أولا، إذا حدث اعتداء على الدولة والمجتمع وجب على كل أفراد المجتمع جميعهم حمايتها، اللي هم المهاجرين الأنصار واليهود وسكان المدينة من الكفار من العرب. اثنين، يجب على اليهود الإنفاق مع المسلمين في أثناء القتال، مش انه بس والله تقاتل والمسلم بدفع، لا، كله بده يدفع، كله بده يدفع دم، كله بده يدفع مال. اذا صار الهجوم وين؟ على المدينه. طيب، برا المدينه لو طلعوا مثلا المسلمين بدهم يحاربوا برا المدينه، جوا المدينه ما لهم مش فيهم، مش ملزمين. لكن لو صار في هجوم على المدينه، صارت المدينه هي المقصوده، بده يقوم الجميع كله يدافع عن المدينه. خلينا نشوف الان نصوص الوثيقه اللي شملت هذول المبدأين. ما المبدأ الذي يدل عليه نص الوثيقه او الواجب؟ وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه أهل الوثيقة. نقول النقطة 5 اللي هي وجوب مشاركة أفراد المجتمع جميعهم في أمن المجتمع، أو بجيب النقطة الفرعية لما أقول إذا حدث أي اعتداء على الدولة والمجتمع وجب على كل المجتمع أنهم يقوموا بالحماية. طيب، المبدأ الثاني أو الواجب الثاني، نقول ما المبدأ أو الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وأن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين، إلا هي النقطة 5. بنقول إما بقول وجوب مشاركة أفراد المجتمع جميعهم في أمن المجتمع، لو جاوبت هيك بقول صح، أو بجيب الخيار الثاني اللي هي النقطة الفرعية بقول يجب على اليهود الإنفاق مع المسلمين في أثناء القتال. لو جاوبت هذه أو جاوبت هذه بكون الجواب عندنا إن شاء الله أنه صح. الواجب السادس والأخير اللي هو منع تقديم أي عون أو مساعدة لمن يهدد أمن الدولة من الخارج. اللي قبله بدهم يوقفوا في وجه اللي بتهدد أمن الدولة من الخارج، الآن ممنوع تقدم له مساعدة، ممنوع تقديم مساعدة. لذلك منعت الوثيقة حماية قريش وأموالهم، تقديم حماية قريش وأموالهم. يعني الآن ماشي، احنا بينا في وثيقة وكذا، في قريش بتمر من المدينة من الساحل أو من المدينة وبتروح بتتاجر بالبلاد الشام وكذا وإلى آخره، هاي مش محمية، ما حدا يوقف في وجهنا. تمام؟ طيب ليش؟
لأنها حاربت دعوة الله وأخرجت المسلمين من ديارهم وأموالهم بغير حق. حاربوا. شو اللي طال شو اللي خلى المهاجرين يصيروا مهاجرين في المدينة؟ لأنه أهل مكة حاربوهم. يعني لو أهل مكة ما حاربوهم ما بتركوا مكة وبيجوا للمدينة المنورة. لذلك هم حاربوا الدعوة، هم طردوهم من ديارهم، هم أخذوا أموالهم. لذلك بقول لك هذه القوافل ممنوع حدا يحميها، ممنوع تقدم حماية لقريش. طيب ما المبدأ أو الواجب الذي يدل عليه نص الوثيقة؟ وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. يعني مش بقول والله واحد يجي يقول هذول بحمايتي ما يقبل. لك هذا نصت على الوثيقة. لك بقول إيش ما الواجب الذي دل عليه أو المبدأ؟ بقول النقطة 6 اللي هي منع تقديم أي عون أو مساعدة لمن يهدد أمن الدولة من الخارج. أو بقول النقطة إنه منع تقديم الحماية لقريش أو أموالها. منع تقديم الحماية لقريش أو أموالها. طيب استنتج آثار أو نتائج أو ميزات الوثيقة النبوية لأهل المدينة على المجتمع في المدينة. إيش ميزاتها؟ إيش آثارها على المجتمع؟ منقول أولا أنها ساوت بين أفراد المجتمع كلهم في الحقوق والواجبات. اثنين إنها جعلت عدوهم كل واحد، إذا حدا هجم على المدينة كلنا نطلع ضده. ثلاثة إنه يلزمهم جميعا التعاون حتى تتحقق مصلحة أفراد المجتمع كلهم بدون استثناء. طيب سؤال آخر، كيف استشهد الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية السادسة التي وجهها للأردنيين بالوثيقة النبوية أو وثيقة المدينة المنورة؟ منقول أولا بيّن أهميتها في بناء دولة القانون والمواطنة. اثنين اعتبرها أول دستور مدني في تاريخ البشرية يؤكد أن أفراد المجتمع كلهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن إيش جنسه وإيش أصله وإيش دينه. القضية الثالثة أنهم جميعا تحت مظلة القانون. هذولا بدنا نبصمهم بصم. طيب شوفوا أسئلة وزارية ضع دائرة كلها على نفس النمط تقريبا. بقول لك ضع دائرة، جاء في وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. يدل هذا الحديث على حق من حقوق من الحقوق التي تنظم علاقات أفراد المجتمع. ايش هو الحق؟ شوف هو حق ايه؟ شوفوا كيف بيجيب السؤال بحصره. يعني ما بقول لك ما دلاله هذا النص، بقول لك يدل على حق. اذا حطك وين؟ مع الحقوق. حطك مع الحقوق، انه خمس حقوق. لذلك باجي هون الاعتقاد والتدين، ما لا مش هو. الامن والتنقل، المساواه. طيب الثاني، يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقه المدينه المنوره يهود بني عوف امه مع المؤمنين على حق من حقوق الافراد في المجتمع، هو ايش هو؟ لو حق المواطنه. اذا شوف كيف الاسئله الوزاريه اللي بتيجي على هذا يعني كلها تقريبا نفس النمط. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.